واش عقلتو باش كنتو كتقولوا خصنا الاعلام البديل باش نقدموا الوعي للمجتمع؟ واش عقلتو باش طلعت لكم التلفازه في راسكم وكنتو كتقولوا خصنا حتى حنا شي فرصه باش نقدموا المنتج الجيد الاعلامي اللي غيفيد المجتمع؟ وهي تعطاتكم الفرصه، ما كاينش الشطيح والرديح والشدان والتنمر والسب والشتم وتنزيل من القيمه وبيع الكرامه وما نتكلموش على اسواق النخاسه اللي كاينه في تيك توك. ومن مظاهر فشل هذا الاعلام الهزيل، ماشي الاعلام البديل، ثم الاعلام الهزيل، هذا الرجل هذا شرف المغاربه كاملين ومشى خاطر بحياته اللي هو ما محتاج يدير ديك المخاطره، وانما الاحساس والقوه الايمانيه اللي عطى الله تبارك وتعالى والتوفيق اللي وفق الله عز وجل، انه الوحيد من المغاربه اللي ترك المغرب وترك العمل ديالو وترك الزوجه ديالو وترك الابناء ديالو وهاجر الى ارض العزه وجلس كيداوي الناس اياما معدودات ليشرف المغاربه. وما نقدرش نقول لك حجم الخطر والضرر اللي تحملوا هذا الرجل هذا باش يمشي لديك البلاد. ما دار له الاعلام البديل السويفي، ما كنهضرش الاعلام الرسمي، دابا انا يا سالينا من الاعلام الرسمي، ما دار له السويفي، ما بينوش شنو دار، ما دار روبورتاجات، ما ذكروه الا بعض المنابر المحسوبه المعدوده اللي هي ربما اعتقد انها قريبه من هذا الدكتور ومن العلاقه معاه. والمشكله باش رجع شكون استقبلو الاعلام؟ تتكلمش انا على الاعلام الرسمي، تتكلم انا على الاعلام البديل، عفوا الاعلام الهزيل. واش استقبلوه الناس؟ داروا ديك الضجه اللي كانوا كيديروا على واحد جاي من اكس فاكتور، وحده جايه من 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 ذا فويس، واحد جاي من عرب ايدل، داروا عليهم ديك الضجه وجاو جيتي من ارض العزه، جيتي من فلسطين، هزيتي لينا الراس وداويتي الناس وداويتي الاطفال. يتبرك بقدومه ويتبرك بالغبار الذي على راسه، لان هذا رجل اتى من ارض الجهاد وهو مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، لو ادركه الموت لعد من المجاهدين لانه كان في خدمه هؤلاء الشرفاء. فمن منكم يدري عنه فضلا عن ان يستقبله فضلا عن ان يشيد به؟ شتي على مأساة كنعيشو الاعلام الهزيل، ولينا نحن الاعلام الهزيل لدرجه انه ملي كنقولوا والله الذي لا ربت وانا شخصيا ما بقيتش كنتفرج فيسبوك وتيك توك واليوتيوب ونقلب على الاخبار اللي كاينه الجديد وكذا وكذا وكذا، ما بقيتش كاع مخطره، وليت كنتفرج في الاخبار ديال الرباط وديال دوزام والجزيره وسي ان ان ولا شي حاجه بحال هكا، تما وليت كنشوف الجديه شي شويه. اما الاعلام اللي كنا كنعتقد وكنتمناو انه بديل راه دخل الجامع بلغته. ايوا تقلبات الايه، مصنع الحليب للزجاج والالومنيوم. اما انت يا دكتور فقد شرفت المغاربه الاحرار اصحاب المبدا والراي والهم والذين يستشعرون قضايا الامه. نشكرك ونشد على يدك ونقبل راسك ونذكر اخواننا ان هذه من سنن المهجوره، وقد بوب لها البخاري بابا سماه باب استقبال الغزاة، وقالوا استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنيه الوداع، فهذا من السنن المهجوره ان نستقبل هذا الرجل الذي ادى عنا دورا عظيما وهو مداواه هؤلاء المساكين والمظلومين والمقهورين بشهاده الكافر قبل المسلم. فجزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، رفعت رؤوسنا، بارك الله فيك، وجعلت للمغرب ذكرا في مجال الحق في ارض الرباط. السلام عليكم.